أيا حلما بدأت به، فهل أخطو ولا أسأل؟ غرقت أنا بعينيها وضعت بموعد الأول. فممن أرتجي إذنا لأحلام هي الأجمل؟ ومن أسأل؟ أسأل شعرك المرسل، وهل يقبل بأن كالطير في نسماته أرحل؟ وهل أبني لقلبي ها هنا عشا على الأغصان؟ حلمت الآن بكفي يلمس السموات، سواد الليل يغمرني مع النجمات، ولن أخجل. أجل وأجل حلمت أنا بموعدنا، فتم لقائي بالربة وأطلق بي مزيد الشوق والرغبة. وبعده ها أنا أحلم كما الفتيان، ولن أنكر حلمت الآن بالحمرة على الخدين أو الشفتين، وقلبي أخضر عطش، فهل أحلم بغيث يمطر الشفتان؟ حلمت الآن، حلمت أجل، فمن أسأل؟ أسأل كحل عينيك وأرجو منه لحظات، لا بل ليت ساعات، لكي أسرح فأسحر أو لأتأمل. وما زلت هنا آمل بأن يأتيني إلهامي مع التالي لأحلامي، فقط من طرف عينيك بأن أقبل.